في بدنا من معلقتين لثلاث معالق كبار زيت زيتون، بدنا كيلو لحمة عجل مقطعة راس عصفور، بصلتين حجم وسط، 300 جرام ل 400 جرام من رب البندورة، بدنا كمان علبة حمص حب أو حمص حب مسلوق، بدنا كوب شعرية لسان العصفور، بدنا كمان بودرة مرقة الدجاج، وبدنا كمان معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، 3 معالق صغار من الكركم، و3 معالق صغار بابريكا مدخنة، رشة قرفة، هيل، بهارات مشكلة، وبدنا لترين ونص من المي السخنة. تمام، يلا يا روان ايش بدنا نبدا؟ هلا بدنا نبلش اول شيء كالعاده بدنا نقلي البصله. البصله هلا الشوربه هاي بدنا نعملها بزيت الزيتون. طبعا بدنا نحط حوالي معلقتين ثلاثه زيت زيتون في بالطنجره. زيت زيتون دائما بنحط معه شويه زيت عادي كمان عشان يعني ما لانه بنحرق بسرعه، درجه احتراق عاليه، هو زي الزبده سريعه يعني. شفتي بلش يدخن لانه الطنجره الطنجره. اوكي هلا على السريع بدنا نحط البصله المفرومه. البصلات اوكي. انا مقليه شويه البصله احسن عشان ما ياخذش وقت على الهواء. فبدنا ننزل عليها فورا اللحمه. عاده مع البصله بنحط شويه ملح. ليه بنحط ملح مع البصله؟ عشان تنزل ميتها بسرعه. هلا بالنسبه للحمه انا مقطعتها زي ما انتم شايفين قطع كثير صغيره، راس عصفور هيك. اوكي هاي عشان اولا تستوي معي بسرعه. بعدين للشوربه بتيجي هيك اسهل احلى. صح. عرفتي كيف؟ اسهل. اوكي طيب. هلا مع اللحمه بدنا ننزل راسا نحط البهارات. فبدنا نحط شويه فلفل اسود. انا بحب الكركم كثير. دائما بستعمل في كل طبخاتي الكركم. هاي اساسي فيها الكركم، مش انا حاططه اضافي يعني. حطينا بابريكا وحطيت شويه قرفه، رشه قرفه، شويه هيل، يعني بهارات المعتاده. البهارات المشكله بدي احط كمان شوي رشه صغيره يعني زاكي يكون فيها شويه طعم البهارات هاي الشوربه ظاهر، بس الاساسي اكثر شيء فيها الكركم. بعدين كمان بدي احط من هلا وهي اللحمه عم تقلي، عم تقلي على النار، عم تتقلى تتشوه. بدي احط بودره مرقه الدجاج، ما بدي احطها مع المي، بدي احطها زي بهار. اوكي طيب للي ما بده يستعمل وجعباله يحط مرقه دجاج او مرقه لحمه بزبط؟ اكيد طبعا اكيد طبعا. يعني لترين ونص المي الساده اللي انت جايباه بتصير مرقه دجاج او مرقه لحمه. هلا في انواع كثير صحيه في السوق، بلش نازل نوع كثير منيح ما في مواد ضاره. حلو طيب. هلا بدي احط معهم مية البندوره. كمان نسيت احط الفلفل. هلا الفلفل هذا اختياري، الفلفل الحار. يعني في ناس اللي ما بحبوا الحار ما بحطوه، بس هو عاده بنحط فيها لانها الشوربه اللي بيها لازم تكون شوي حاره. راح احط قرن واحد معهم ينقل مع اللحمه والبصل، ورب البندوره. هلا هدول بعد ما هيك صارت بدنا ننزل عليها المي. ايوه بس بدنا نصبر عليها، يعني لما بدنا ننزل قبل ما ننزل المي بدها تكون تقلت منيح زي التقلايه اللي انت قلتيها هلا يعني. بالضبط. هلا بننزل المي. ايوه خلص ونتركها تغلي على النار براحتها لتستوي اللحمه. يعني هلا انت بدك تتركيها براحتها. بتركها براحتها لتستوي اللحمه. اوكي هلا غليت الشوربه واللحمه طبعا استوت. هلا بدي انزل عليها الحمص الحب. بسم الله. هي ايوه الحمص. وبدي انزل الشعيريه اللي هي لسان العصفور. حطي النعناع، رشه النعناع. أوكي. المحرزه هاي. آه. بعدين بتسكري الطنجره على البخار. أيوة. عشان الريحه كلها خلاص تتفحفح. منيح. ايوه